السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة قمة قاعدة. إن شاء الله اليوم راح نتكلم عن اللغز حق مهمة تاجر لوست تاجر فاوند. إن شاء الله راح نبدأ الحين بعد شوي تشوفون الأماكن، راح أحدد لكم الأماكن حقتها حقت الغاز وين تلقونها فيه بالضبط، وكيف لين تلقون الكنز في النهاية. خلونا نبدأ. طيب لما توصل للمكان هذا راح يكون فيه وحوش في عند المنطقة نفسها، فحاول انك تستعمل شخصية يعني اكيد ايس او شخصية دمجها عالي، يعني قاعد عاد الهواء زي كذا، فتضغط وتحاول انك تقتلهم عشان بنت تستعمل شخصية النار عشان بس تشيل الخشب اللي حول المنطقة دي. فطبعا انا الحين خلينا نقول الاشياء من بعد هذه احدد لكم كل مكان في الماب وين مكانها بالضبط وكيف تحصلها وكيف شكلها كذا في المنطقة نفسها، عشان تكون عليكم اسهل بانكم يعني تحصلون اماكن اللغز هذا، لان اللغز ذا قال لك انا اكثر الالغاز اللي اول واحد يعلمكم مكانه لك البقية يخفيهم لك. طب حدد لي كل شيء لكن سهالة. فانا قاعد اجمع هنا حاليا كذا الالغاز، فالحين بحول على شخصية النار وبطلق على الخشب هذا عشان اشيله وعشان نشغل اللغز نفسه. طبعا زي ما تشوفون الحين هذا هو المكان الموجود فيه اللغز هذا. طبعا هذا اول شيء. حلوين. طبعا انا غلط ما حطيتها عندي على اليسار، لكن سهالة كأني فعلها اساسية عندي بحيث اني اشتغلها. طيب هذا هو المكان الثاني زي ما تشوفون الحين في الماب، هذا هو المكان بالضبط. فخلونا ادخل الحين على افك الماب يعني. فزي ما تشوفون هذا هو المكان، تجي هنا طبعا عقب ما تقتل وحوش كذا فتفتح المكان هذا. الحين هذا هو المكان الثالث زي ما تشوفون قدامكم في الماب عند المنطقة هذه بالذات. فخلونا نفك الماب الحين زي ما تشوفون. طبعا هنا يكون في وحوش لكن انتم تنظفون كل شيء وبعدين تكملون المنطقة اللي بعدها. طيب الحين هذه هي اخر منطقة عشان تحصلون فيها الكنز. تشوفون هذه المنطقة بالذات، فتجون تشغلون هذه هنا. طبعا يكون في وحوش كبار هنا في المنطقة دي بيغثونكم فيها حبتين. فزي ما تشوفون هذا هو الطريق دايجة رئيسي، تجي من هنا وتجي عند هذه تحط عليها مربع دي تفتحها. و يعني طبعا بيواجهونك ثلاث وحوش اتوقع خشبيين كبار او احجار كبار، تهزمهم بعدين راح يفتح لك ويطلع لك تحت الكنز. فبتحصل طلعت تقريبا تحت ثلاث كنوز وفيها غاض مرة كويسة. فان شاء الله المقطع عجبكم، فيعطيكم العافية على المشاهدة. اللي ما اشتك خاصة به، فتابعونا ان شاء الله لو حصلنا الغاز ثانية صعبة او يعني وايد فيها اشكالية وذا، فحاول ننزل منها نسخة زي هذه بالعربي تكون. فنشوفكم ان شاء الله في الغاز اخرى. سلام.